طو انا مثال نمشي طو نفز من هنا باش ما نمشيش نسرق، نمشي ناخذ السكر ب 3000 مثال نمشي نبيعها ب 5000 باش ما نسرقش باش ما نخطفش باش الاربعه نتاع الصباح تنقى لعبه تشد الصف واحد ولا بالرسمي راهو الاربعه نتاع الصباح تنقى لعبه تشد الصف. انا ناخذ ب 3000 كيلو السكر، ناخذ 3000 نبيعها ب 5000 باش ندبر راسي ما نسرقش ما نخطفش ما نعملش اي الزطله موجوده اكثر من السكر، الزطله الممنوعات موجوده اكثر من السكر بالرسمي حسوا بينا اعذرونا اعملوا اي موضوع تلقى الممنوعات يعني ما تلقاش السكر معناه يخرج معناه بكيلو سكر معناه ياخذوا ب 3000 يبيعوا معناه يطلب اي سوم حاجته بيجي احكي ابو سيدي هاو السكر هاو هاو السكر ها شفتوا مي كاكا نعيشوا كاكا نحن العرب نعيشوا كاكا راهو بالرسم حسوا بينا قولوا ما عملوا ما ثلاثه بتاع الصباح تلقاك شد صف الكوشه ما ثلاثة ما ثلاثة شد صف الكوشة يعني شاد لحيوت احكي زطلة برا برا شوف اللي سيات عبيد قاعدة زطلة قوارص تلقاها ظروفها على الاخر يمشي خايم الزطلة الزطلة ما موجودة أكثر من السكر الزطلة أكثر من السميد والسكر السميد العبيد تلوج عليه باش طيب فما عبيد تو مثال لحظة فما عبيد طيب خبز طابونة تلقاها سميد تلقاها الفارينة ما تلقاهاش راه كاو مال الشباب متهمش الشباب متهمش الشباب تضيع قدام الليسيات لا يقرا لا شيء ما عادش كيما قبل لي حسره تو هذا معناها لحظه نحكوا معناها في لوجيك هذا معناها راجل طوله طال طوله معناها ياخذ من عند امه في حق باكو دخان وقهوه جي معناها هذه هو قرا هو وصل الباك وهو عملها من كل باش يربح معناها باقي في القهاوي كنت تو انا مثال نبيع هذا نمشي قهوه 300 ناخذ رغيف خبز للدار منا ومنا ندبر راسي ناخذ شويه خضره للدار نوصل للدار نعم الموضوع قهوه 10 سواقر باكو ليجير ونركز في القهوه هذيك هي الحكايه راه مش على حاجه راه كاو بابا شوف السكر كيفاش تقولش عليه ماتش نتاع كوره نتاع الترجي والنادي الافريقي من هنا جمهور الترجي ومن غادي جمهور على زوز كيلو سكر هذه الحاله اللي عندنا كون فهمت ولا لا مفقود مش مفقود هو أنت بقينا لهجة متاع عرب متاع عبيد اللي عنده زوز كيلو ماذا بيه ياخذ 10 وثم الأكثرية يبيعوا فيه ياخذوا فيه ب 3000 يبيعوا فيه ب 5000 زوز كيلو احتكاري موجود لهنا خيرات رب خاصة على السكر يرحم بيض قيس الله يرحمه والله قال يرحم والديه كي قاعد له البلاد وقطع علينا كالنهضة كالنهضة هذيك اللي هلكتنا ما كانش لاباس علينا تونس الحمد لله النهضة لاباس النهضة هي اللي هلكت البلاد ما كانش تونس لاباس علينا الحمد لله برجالنا بكل شيء بخيراتنا خير الله وكثير الحمد لله الزيت انا فما شوية كل الدبابز انا يبيعوا فيها ب 15000 اما تبقين هاي المعصرة يبيعوا فيها ب 25 والحمد لله وكهو يعيشكم وبارك الله فيكم وربي يعينكم يحيى قيس سعيد ان شاء الله ربي يدوم حياته وهذاك الاسعار والله الفلفل الباهي مناسب الطماطم زاد كيف البصل هذاك السومه شنو هو البطاطا برك تاع العشوي البطاطا 18 حاجه كيما 16 اما باقي به لا الحمد لله لا الحمد لله شويه ازمه على السكر العباد لافع على السكر وما فما حتى شيء كل شيء متوفر ما عندنا حتى شيء نعم لا الحمد لله عندنا شوي قلت لك شوي في السكر انا الصف تشوف فيه السكر والروز وحاجات كيما هكا ما عندنا حتى شيء الحمد لله لاباس امورنا واضحه شوف ادخل البلاد الداخل وصور وتشوف سوق الفحص سوق الفحص ما يقعش حتى في بلاد راه كامل الجمهوريه ما سوق الفحص وحده من اول الدنيا القمح الشعير العظام مصلي على النبي هكا تشوف الدجاج والعظام الله مصلي على النبي والله وضعيت الشباب مداورة وباهية في نفس الوقت فهمتني وضعيت الشباب فما فئة من الشباب مسكين مظلوم فهمت فما برشا عباد متخرجين وما يخدموش وفما فئة أخرى من الشباب ما تحبش تخدم على روحي فما فئة من الشباب ما تحبش تخدم باقيين في القهاوي لهنا هاك تشوف القهاوي كلها شباب قاعدة من الصباح لليل فهمتني خويا ما تحركش ما تنتجش ما تخدمش فهمت وبعديك يقول لك هاي البلاد حابس هاي البلاد بها هاي البلاد عليها فهمت وبلاد ناك تشوف ما شاء الله جوها بيع على الناس الكل تخدم والناس الكل تنتج ولا بيس الحمد لله ما شاء الله سردوك فوق كانك على الارنب والله الحمد لله الشيخين انا نضربه في الدجاج العربي والارنب الزالية والارنب الزالية والحجل كل شيء موجود والامور واضحة تمام كل قدير وقدرها
30 25 20 عربي عربي روح السوري ما يلعبش عنده من 20 وانت ماشي حتى ل 30 الف الشيء والعشية وين خيرات يزن بلاد شنو ياكلوا هذاك شنو ياكلوا هدية كادويت هذا كادويت لصحابي ميس عليك صحابي وصوني ناخذ لهم شوية العرفي وشوية صاحبتي اوه صاحبتي على السكر وعلى الواحد فهمني ويقول لك هذه تونس بخير هاك تشوف تفرج في الحالة على السكر تفرجوا على السكر ويقول لك تونس بخير ما هيش بخير تونس فهمني هذه عينة توزي تشوف الأخرى وشوف الأخرى هذه عينة في تونس أتفرج هذه بلاد صغيرة أكل بعض شوفها زيد شوف توزي شوف العزيزة الأخرى وزيد شوف الامجي وشوف الدنيا كل هذا الهم في تونس يقول لك أنا بخير ولا بأس علينا لا يا خويا تفرج كل شيء هو قدامه هو شنو الشيء متق عليك انت ودعمك انت شنو الشيء متق عليك هاك تتفرج في عزيزه هذه يقول عزيزه هي قدامك هو اتفرج الصف وين مراوغ اتفرج الصف وقال لك ما ثماش سكر هاك الزيت اللي جابوه هذاك نتاع الزيتون هذا المدام ما ثماش خلاص ما ثماش ريح جمله واحد مناش هاك تشوف تو في الصف وجيب تعرف اشتر ياخذ اشتر ما ياخذش شنو الشيء الموجود المقرونه كيما هكاك السميد كيما هكاك السميد مروش جمله واحد تعرف بالك قداش تتباع شكرت السميده ب 20 ب 22 دينار ب 25 دينار شكرت السميده وكان عجبك تشري ما ثماش يقول لك ما عنديش وحانوت تمشي تاخذي من عنده كلاية عنده تاخذي من عنده ما ثماش يقول لك لا ما ثماش حتى سميد ما ثماش برا استنى ويبيعها ب 25 وب 23 وب 24 تاخذي من عنده سلسة يقول وتاخذي وتاخذها ب 25 وقت اللي هي ب 13900 ولا 12900 لازمك تاخذها ب 20 دينار ما ثماش يقول لك ما ثماش سميد برا استنى خلي نهار لحد هذاك الكوش مسكر يقعد بلاش يقعد طبخ الكسكسي كان لقيته فهمتي بال 40 و 50 سردوه قول له ربي الخمسين ها الدجاج هاي بخمسة وعشرين بهذاك ايش خير من خير هذا ولد الشعب لبس عليه لا ذاك السوم بيه الغالف هوني غالي الالف هذين كنت شوفها الالف ما شاء الله والدجاج عربي عنا دجاج عربي سردك عربي هاو قدامك ما شاء الله صور شوف كل واحد وظروفه كل واحد وظروفه اللي يقدر يقدر وما يقدرش ياخذوا دجاج مكينة